شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار البريكس بلس، وأكد الرئيس السيسي استمرار مصر في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري، مشددا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتضمن مختلف الأبعاد لتكثيف منابع الإرهاب ومنع توفير التمويل والملاذات الآمنة والمنصات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، فضلا عن معالجة الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وهي مقاربة تتطلب تكثيف التعاون الدولي من أجل إنجاحها بما يضمن استدامة الأمن والسلام الدوليين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التضخم ارتفع في دول الغرب نتيجة لسياستهم الاقتصادية غير المسؤولة. وفيما يخص أزمة الحبوب، أكد بوتين استعداد روسيا لتوريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية، موضحا أن الغرب يتعمد تهويل الوضع بشكل مصطنع لتهم روسيا بمحاولة عرقلة تصدير القمح والحبوب. قالت الرئاسة الروسية إن قرار الدول الأوروبية الخاص بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي شأن داخلي. وأضاف المتحدث باسم الكرملين في الوقت نفسه أنه من المهم ألا تحمل هذه الإجراءات مشاكل لموسكو أو لعلاقات تلك الدول مع بلاده، أو يؤدي إلى تدهور العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي التي وصلت بالفعل إلى مستوى منخفض جدا على حد قوله. تعهدت مجموعة الدول السبع بدعم إعادة أعمار أوكرانيا وصمود الدول المجاورة لها، مؤكدا دعمها الثابت لكييف بما في ذلك المساعدات العسكرية. وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أن المجموعة تدعم خطط المفوضية الأوروبية لإنشاء ممرات تضامن بين أوروبا وأوكرانيا. أكد وزير الاقتصاد الألماني أن نقص إمدادات الغاز لبلاده سيتسبب في إغلاق بعض الصناعات، وهو ما سيؤدي إلى توقف جميع عمليات السوق. وأشار الوزير الألماني إلى أنه في حدوث ذلك السيناريو سيفقد الكثير من الأشخاص وظائفهم، كما سيتم فقدان مناطق ومجمعات صناعية بأكملها. ودعا المسؤول الألماني المواطنين والشركات لخفض استهلاكهم من الغاز في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية. حذرت الأمم المتحدة من أزمة غذاء مقبلة جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ونبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يواجه كارثة حقيقية بسبب النقص المتزايد في الغذاء، موضحا أن مفوضي الأمم المتحدة يعملون على اتفاق من شأنه أن يمكن أوكرانيا من تصدير محاصيلها عبر البحر الأسود، ويسمح في ذات الوقت لروسيا بجلب الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية دون قيود. أعلنت وزارة الداخلية مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة، وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج وتيسير عليهم منذ مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن عقب انتهائهم من أداء المناسك، وذلك في إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية للحجاج.